في الوقت الذي باتت فيه الحروب ليست كسابقتها، تتسارع الدول ومعها شركات التكنولوجيا في ابتكارات متقدمة في سباق التسليح، لكن ما أطلقته شركة التكنولوجيا الدفاعية أندوريل هو ما يراه خبراء أنه سيقلب موازين ومعايير التسليح في العالم. فقد أطلقت الشركة طائرة درون هجومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقول إنها يمكن وضعها داخل حقيبة ظهر. وتأتي الطائرة المسيرة بنسختي بولت وبولت أم، وهي طائرة خفيفة الوزن. صممت النسخة الأولى منها بولت لتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتتبع الأهداف بشكل ذاتي، أما الثانية بولت أم فهي قادرة على ضرب الأهداف. الطائرة تزود بثلاثة أرطال من المتفجرات، وبحسب الشركة فإن الطائرة تزن نحو 15 رطلاً. ويقول الموظفون إن الجنود سيحتاجون فقط إلى 5 دقائق لتركيبها وإطلاقها من أي مكان.